انضم له حمو كبير، حمو هاني وحمو عبد الرحمن ورورو وتيتي بيعملوا مفعول اه بيتفاهم مع بعض. لا 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 بيلولو باللغه بتاعتهم. يا ولد ما تفكش العمل يا ولد، روح اعمل لك حاجه من جوه، اجري اعمل حاجه جوه جوه، اسمع لك حاجه انت وتعورها لي، اجري يلا. انا ماما انت بولد ودي احمد هاني، اسمع كلمه اهو، سيب هو العمل روح انت اعمل حاجه ثانيه وريها لي عشان اصورك يلا. وادي رورو وتيتي اشتغلوا بيتفاهموا مع بعض اهو، شوف التفاهم، شايفين لغه الاطفال، لغه الاطفال اشتغلوا، وده بيفك وده بيبني وده بيهد وده بيشوفوا يعني بيهدوا على قدهم اهو شغل. تيتي طبعا قاعده تهد هي ورورو، هم يبنوا ودول يهد لهم. المهم هو بدايتها هد ماشي. عرفت ان هي تفك دي من دماش هم بيفكوا، يبقى الاطفال اول ما بيبنوا لا بيهدوا بيعملوا عكسي. بيعملوا العكسي عكسي 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 ايوه اه هد 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 يلا نهد يلا نهد. يا سلام يا سلام بتعملوا ايه؟ لا 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 بتعملوا ايه؟ ايه في كهرباء مشيت؟ مفيش كهرباء. خد رورو معاك هيعيط اهو، وادي رورو يا ولد. تيتي تعمل ايه يا تيتي؟ تيتي تعمل ايه؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه شغلانه تيتي هانا بتفك، شوف الاطفال ما بيشغلوا مخهم يعني يطلعوا عبقريين بيفتكروا. طب يلا عشان نصلي عمر المغرب ايه الدنيا. طب يلا في ايه تيتي بتعمل ايه؟ تيتي شغاله وحمو بيعمل حاجه تانية، هنشوف حمو بيعمل ايه بعد شويه. ايه تيتي تيتي بتعمل ايه؟ تيتي شغاله وعمال تشتغل طبعا بفك الكوبري اللي عملوه. تيتي يا تيتي ها يا تيتي بتعمل ايه؟ واد يا مين كل مكان يكون نظيف لازم تيجي فيه تفوضه وتقول لي قال جده بيفنن، ما عندك غرفه كامله بتاعتك. اسكت يا بني. ايه؟ اسكت يا بني. يا ايه؟ يا بني. ايه؟ شايف تيتي؟ تيتي عماله تخترع لكم، ما نشوف تفكير الاطفال. اللي عاوز يتعلم من السلوكيات ندرس السلوكيات دي. بتهيص لنا. عماله تيتي بتنفرد بالهد دي وال ايوه قامت لكم بعد ما هدت الدنيا. قامت لكم وخلاص انصرفت الى عقلها الراشده.